تحية لكم أيما كنتم. حلقة جديدة من الصحافة اليوم استعرض فيها أبرز ما تناولت الصحافة المحلية والعربية والدولية عن الشأن اليمني خلال الساعات الماضية. سيكون معي في هذه الحلقة القيادي في المؤتمر الشعبي العام عبد الرحيم الفتاحي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. وسيكون معي ضيفي عبر الهاتف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة اليمنية الأستاذ محمد أنعم. مرحبا بكم. أذهب إلى تفاصيل أو عناوين هذه الصحافة. أبدأها من الصحافة المحلية وكالة خبر للأنباء والتي عنونت التالي: السعودية تستنكر الموقف الصادر من مجلس الشيوخ الأمريكي وتؤكد رفضها التام أي تدخل في شؤونها الداخلية. ميليشيا الحوثي تواصل قصف المنشآت العامة والخاصة بمدينة الحديدة وتستهدف بالقذائف الدراهمي وبيت الفقيه. اليمن تطالب الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد. التحالف إصدار 157 تصريحا للقوافل في اليمن خلال 3 أيام. صمت الأمم المتحدة عن خروقات ميليشيا الحوثي لاتفاق السويد شجعها على مواصلة قصف الحديدة. مؤتمر الضالع ينظم مهرجانا بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم ويؤكد استمرار الانتفاضة ضد الميليشيا. وكالة 2 ديسمبر: الميليشيا الحوثية تكثف خروقاتها لاتفاق السويد في اليوم الخامس بقصف مجمع إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو. مساء مفضوحة التفافا على اتفاق السويد، الحوثي يعبث بكشوفات أمن الحديدة. ميليشيا الحوثي تصعد من إجرامها بحق المواطنين في ريف تعز. 14 قتيلا من عناصر ميليشيا الحوثي في تجدد المعارك برازح صعطة. موقع نيوز يمن: نقاش صعب أداره الاقتصادي المفاوض أحمد غالب، مرونة الدولة في كواليس السويد. الميليشيا دفعت بمجاميع وعتاد إلى محيط حيس بصدد هجوم على المدينة. مدفعية الميليشيا تقصف الحديدة من المراوعة واشتعال الحرائق في مصنع نانا. قتال عنيف في مكيراس عقب قصف حوثي طال مناطق سكنية. حملة حوثية لجمع بيانات تفصيلية عن أطباء المستشفيات الخاصة في صنعاء. تعرية شاملة وانكشاف تام، ضبط ميليشيا الحوثي متلبسة بسرقة إيرادات الموانئ ونهب المرتبات. صحيفة أخبار اليوم: أكد أن القوات الأمنية ستنتشر في المدينة وسيشرف الجولنار الهولندي على هذه العملية. وزير الخارجية: كوادر 2014 الأمنية هي من ستدير الحديدة وموانئها. معارك عنيفة في جبهة نهم والجيش يسقط طائرة استطلاع إيرانية. الرئيس يؤكد على أهمية توحيد جهود وإمكانات قيادة وزارة الدفاع. شككوا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي، الحوثيون ينسفون نتائج المشاورات ويعلنون الاتفاق النهائي بشأن الحديدة. الدكتور النفيسي يكشف عن أسباب حماية أمريكا للحوثيين في اليمن. وفي تفاصيل الخبر، قال المفكر الكويتي عبد الله النفيسي إن الشيعة في الشرق الأوسط وميليشيات الحوثي باليمن يتمتعون بحماية أمريكية بشكل علني. واستشهد النفيسي في تغريدة له على تويتر بقول حاكم بغداد بول بريمر بعد سقوطها عام 2003 في كتابه عامي في العراق بأن أمريكا قررت من ذلك الوقت التحالف مع الشيعة في الشرق الأوسط. وأضاف النفيسي: أما الإنجليز فحمايتهم للحوثي مستثكرة. واعتبر النفيسي أن خلاصة ما يسمى مفاوضات السويد كانت في جلها إنقاذ للحوثي من هزيمة منكرة. ولفت إلى أن الإنجليز والأمريكان أشرفوا على إنقاذ الحوثي وأداتهم جريفيد وجوتيريد. فشل الهدنة وجريفيد يحذر ويحدد موعدا آخر. غدا جريفيد أمام مجلس الأمن لتحويل اتفاق السويد إلى قرار أممي ملزم. القعدي حل الأزمة باستعادة الجنوب وتحرير الشمال من تجار الحروب. مطالبات بمنع عبور شاحنات النقل الثقيل نهارا بعدا. موقع المنتصف نت: ضربة مجيعة للحوثيين، مصرع قيادي بارز والجماعة تفشل في إخفاء مصرعه. شاهد كيف قصفت ميليشيا الحوثي مجمع إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو بمدينة الحديدة منقلبة على اتفاق السويد. تعرف على عدد فريق المراقبين الدوليين المشرفين على انسحاب الميليشيا من الحديدة وموانئها وإلى أين ستنسحب قوات المقاومة اليمنية. مؤتمري الضالع يحيون مهرجانا حشدا بذكرى استشهاد الزعيم ويؤكدون استمرار الانتفاضة ضد ميليشيا الكهنوت. مصرع 14 حوثيا في بني معاد بصعدة بعد معارك شرسة والطيران يتدخل ويدك تحصينات الميليشيا ويوقع قتلى وجرحى.
من الصحافة المحلية أنتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية، أبدأها من صحافة الشرق الأوسط التي عنونت التالي: اختبار الحديدة يبدأ الثلاثاء والضباط الأمميون مراقبون. محاولات تسلل الحوثية إلى مواقع الجيش في الحديدة تنتهي بالفشل. هادي يخوض على توحيد إمكانات الدفاع وتجاوز اختلالاته. معين عبد الملك: منهجية إسناد طورات العمليات الإنسانية في اليمن. 1000 طفل في لحج مهددون بالموت جوعا. صحيفة القدس العربي: تصاعد حدة القتال في الحديدة قبل يوم من سريان وقف النار. صحيفة العرب اللندنية: جريفيث يسارع إلى سد ثغرات اتفاق السويد بعد اشتباكات الحديدة. تفسيرات الحوثيين تهدد اتفاق ستوكهولم الذي انتزعه المبعوث الأممي من الفرقاء اليمنيين. صحيفة الحياة: الحوثي يخرق وقف إطلاق النار في الحديدة وجريفيث يطالب باحترام الاتفاق. أخي من وطن آخر: فيلم سعودي يبحث عن أبرياء اليمن. وكالة إيرونيوز العالمية: السلام في اليمن آمال وتوقعات، يصدقها الواقع أو يكذبها. صحيفة عمان: غوتيريز يحذر وضع اليمن سيكون أسوأ في 2019 من دون سلام. صحيفة الوطن: اليمن يدعو جريفيث إلى ضمان انسحاب الحوثيين من الحديدة. صحيفة البوابة المصرية: جرائم الحوثيين في اليمن محصلة مروعة لضحايا الألغام من الأطفال. نهب المساعدات الغذائية وراء مجاعات الحديدة. إيران تسقط في اليمن، طهران خسرت المعركة وخرجت صفر اليدين، والتحالف العربي قدم نموذجا احترافيا في دحر المتحالفين ضد الشرعية. صحيفة سق: قال إن المشاورات أثبتت أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقا أمام أي جهد للسلام. رئيس وزراء اليمن يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية تنفيذ اتفاقات السويد. موقع فرنسا 24 الفضائية: مبعوث الأمم المتحدة يطالب أطراف النزاع بالالتزام باتفاق الهدنة. موقع العرب الجديد: اشتباكات متواصلة في الحديدة قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. موقع سكاي نيوز الفضائية: الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل في صعدة. إذا نبدأ معك أستاذ عبد الرحيم، لعل أبرز ما تناولته الصحافة اليوم تتحدث عن استمرار التدخل الإيراني في المنطقة خصوصا في اليمن، ودعوة من كثير مراقبين لتحجيم الدور الإيراني الفارسي في اليمن، وسرعة إغلاق الملف اليمني أو عسكريا أو سياسيا إن صح التعبير. أسعد الله مساءكم أنت وجميع المشاهدين الكرام، وكم أنا سعيد في مداخلتي هذه اليوم وبوجود الأستاذ محمد أنعم الهامة والقامة الإعلامية التي سيكون ضيفك في الدقائق القادمة. نعم إيران جعلت من الحوثيون أن يكونوا يدها أو أدواتها في اليمن، ليس من اليوم وليس من الأمس، إنما في من عام 1983 عند بدء نشأة هذه الحركة، حركة الحوثيون. قامت إيران بدعم هذه الحركة منذ عام 1983 بعد أن دعمت حزب الله في عام 1982. نعم. فكانت الحركة في حركة سرية، تحركات سرية، اجتماعات سرية، بدأت تنشأ هذه الحركة، ثم دخلت مع الجيش اليمني في عهد الزعيم البطل الشهيد علي عبد الله صالح، وقام الشهيد البطل علي عبد الله صالح في تحاور مع هذه الجماعة. نعم. ولكن أبوا وحاولوا أن يقومون بالخروج عن القانون بالسيطرة على مؤسسة الدولة إنذاك، فاندلعت في ذلك الوقت عدة حروب للقضاء على هذه الحركة، ولكن كان هناك تدخلات أجنبية أو عربية، بالأخص قطر كانت تتدخل عندما يتم القضاء على هذه الحركة. نعم. من الجيش اليمني في عهد الزعيم البطل علي عبد الله صالح. نعم. وبعد 2011 ما يسمى الربيع العبري بدأت قطر وإيران يدعمان هذه الحركة ويدعمان أدواتهما في المنطقة وليس في اليمن. جاءت هذه الميليشيات ودخلت صنعاء تحت مسمى ثورة الربيع العربي، وكانت أكذوبة وإنما ثورة الربيع العبري. فجاءت هذه الميليشيات تحت مسمى
الجرعة فدخلت صنعاء، ولكن عند دخولها صنعاء دعنا أن نطرح نقاط مهمة. لم تدخل صنعاء للاستلاب مباشرة على مؤسسة الدولة، بينما ذهبت أولا في الدقائق الأولى قبل دخولها صنعاء ذهبت بمظاهرة لإخراج السجناء الإيرانيين لدى السلطات الحكومة اليمنية. فحاولت بمظاهرات إلى باتجاه الأمن القومي، ثم بعد دخولها صنعاء ذهبت مجاميع مسلحة تتحركت إلى الغرف الخاصة التي تم توقيف فيها خبراء إيرانيين ومن حزب الله، فتحركوا لإخراج هؤلاء الميليشيات أو الخبراء، فكان الغرض منهم هو إخراج الخبراء والسيطرة أيضا على صنعاء بدعم إيراني قطري. فتحركت الميليشيات بتلك الدعم وحاولت إخراج الخبراء وسيطرت على مطار صنعاء، وكانت في ذلك الوقت تجمدت جميع الرحلات إلى جميع العواصم، بينما كان الرحلات إلى طهران متواصلة في اليوم أكثر من 6 رحلات. وكان الدعم متواصل من إيران لهذه الميليشيات، فأعزت إيران إلى السيطرة على جنوب البحر الأحمر ممثلة من باب المندب، وكذلك الشريط الساحلي مما يمثله هذا الشريط الساحلي وجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. من أهمية استراتيجية على السيطرة على الممر الديولي والممر التجاري. فإيران تسعى وبجهد حثيث بمشاركة قطر للعبث في القسم العربي، فإيران سقطت في اليمن، ولكن المجتمع الدولي كلما بدأ الجيش اليمني يحقق انتصارات وهناك انهيارات لدى هذه الميليشيات يأتي المجتمع الدولي لإنقاذ هذه الميليشيات. ولعله واضح في الأيام الأخيرة بأن الميليشيات كانت متهاوية في مدينة الحديدة، وكانت المعارك وسط مدينة الحديدة وتبعد 2 أو 3 كيلو إلى ميناء الحديدة. كذلك كانت المعارك في وسط ومعقل هذه الميليشيات في محافظة صعدة، الميليشيات إلى زوال، ولكن المجتمع الدولي يأبى إلا أن ينقذ هذه الميليشيات. أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الرحيم، إذا نذهب إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد. أستاذ محمد مرحبا بك. مرحبا بكم، وفي البداية أشكر الأستاذ عبد الرحيم الفتيح على كلماته الحلوة وتحليلاته الرائعة الدائمة. أستاذ محمد، الحوثي الرجعي المتخلف سميه ما شئت، أزكم الأنوف وأصم الحجر والشجر المدر بدعواته المتواصلة أنه يدافع عن السيادة اليمنية والسيادة الوطنية، وزج بالآلاف من الشباب المغرر بهم إلى مهلكة الموت ومعاركه العبثية، وها اليوم اندحرت كل تلك الدعوات وسلمها، يعني سلم مدينة الحديدة الإمامة أمريكا والأمم المتحدة تحت المنضوية تحت الأمم المتحدة. تعليقة. أولا أحب أن أقول من حق مدينة الحديدة أن تنحن بالسلام، وغايتنا في المقاومة الوطنية وقلية العمالقة وسود التهامة هو تحرير مدينة الحديدة وإخراج عصابة الحوثي منها بالقوة أو بالسلام. الحمد لله إذا كانت هناك نوايا جادة وصادقة بإخراج بخروج عصابة الحوثي من المدينة تبع انتصار للأهداف والغايات التي قدمها شعبنا خيرة رجاله من أجل ذلك. بالتأكيد عصابة الحوثي هي تستعين بالشيطان من أجل تحقيق أهدافها، مهما أدعوا بالوطنية ومهما بالغوا بأنهم حريصين على سيادة الوطن ووحدة وأمن واستقرار، هذا مجرد بيع أوهام وشعارات كاذبة. في الحقيقة هم خرقوا كل شيء، هم انتهكوا كل الحقوق، هم الآن طردوا بالسيادة الوطنية. كان بالإمكان أن يسلموا لأبناء شعبنا اليمني للمقاومة الوطنية لغيرهم للشرعية الميناء وغيرها، فهذا كان المطلب، ويدخلوا في حوار مباشر وتحل المشكلة وديا بدلا من أن يرهان البلاد لأطراف خارجية. بالتأكيد نحن نعتبر يعني خروج الحوثي وانتصار مهما كانت الاشتراطات والاتفاقات المتحكة بحق شعبنا. كان الانتصار قريبا، فتدخلت الأطراف الدولية وأنقذت الحوثي. بالتأكيد أنا أقولها أنقذت الحوثي من هزيمة ساحقة، لكن لن تستطيع أن
تنقذه من هزائم مماثلة في غيرها من المناطق التي الآن تخوض فيها المقاومة الوطنية والجيش الوطني محارب ضارية ضدهم. نعم أستاذ محمد، ربما كان هنالك أيضا خبر للنفيسي، الدكتور النفيسي، ربما كاتب كويتي، وردت صحيفة أخبار اليوم، يتحدث عن دعم أمريكا وإيران للشيعة إن صح التعبير في المنطقة، وربما هو الهدف منه أيضا استفزاز، دائما ما نتحدث وهو الواقع ابتزاز الخليج وامتصاص أموال العرب. تعليقك أنت حول مسألة يعني اللعنة لأمريكا، وفي الوقت الذي كل هذه الأقاويل تتبعه أفعال أمريكية لحماية هذه الميليشيا، وكما ذكرت أنقذتها في اللحظات الأخيرة. الآن الواضح أن عصابة الحوثي الذي ظلت ترفع شعارات كاذبة وهوجة الآن تنتمي إلى أحضان الدول الغربية وإلى غيرها من الدول التي تتآمر على بلاد العرب والمسلمين. الشعب اليمني يدرك هذه الحقيقة منذ ظهرة هذه الحركة الشيطانية. نعم. لكن هذا لا ذلك لا يعنينا، يعنينا أنه الشعب اليمني تاب وقام واستنفر في كل منطقة من المناطق لمن ضد هذه العصابة الحوثية ومشروعها. لن تستطيع أمريكا أو غيرها أن تفرض الأجندة الحوثية الإيرانية الأمريكية على منطقتنا أو على اليمن بالذات يعني. نعم. نحن في مرحلة نبحث عن السلام ونبحث عن نجنب مدننا الحرب والدمار ووقف القتال، والحوثي لن يستطيع أن يقف أمام إرادة شعب، أمام إرادة 28 مليون. أقول هو يبحث عن سلام، واهم أنه يستطيع أن يخرج من سلام دون أن يخرج من المدن ويسلم أسلحة الدولة ويترك مؤسسات الدولة بالتعويل الشرعية. نعم. لن يستطيع الحوثي في وضع صعب جدا، لن تتصور كيف استطاع أن يقنع شباب اليمنيين في فترة من الصدق من الشباب اليمن في فترة من الفترات بأنه يدافع عن غزاة. نعم. واليوم يستخدم غزاة في ضمن اتفاق واضح يعني، ومع ذلك هل يستطيع غدا أن يقنع شباب اليمن أو الصدق حتى الصدق من شباب اليمن بأن يقاتلوا إلى جانبه؟ لا. نعم. أعتقد ذلك، وعلى القبائل اليمن أن تستشعر مسؤولياتها الوطنية وتدرك إنها دفعت بأبنائها باطلا لخوض معركة من أجل استقلال الغزاة البلاد. الدفاع عن الولاية وليس عن السيادة. حتى الولاية الآن سلمها لغيره، ما كان يدعي إنه صاحب الولاية وأن لديه حق إلهي، الآن يدي الولاية لغيره، ما لم يديها حتى للشعب اليمني. نعم. إننا نتمنى لو حتى جيش يقول أنا أجل ثاني يموت، لكن سلمها لغيره. يعني الآن من الذي كان يقول هؤلاء كفار هؤلاء نصارى وزعم وقال إنه يقاتل الغزاة والجنديويد وغيرهم، الآن سلمها لغيرنا، واحتمال إذا التزم بالهدنة والاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد سنشاهد العيون الصفر والوجيه الصفر والعيون الزرق تجوب بالشوارع مدننا، وهذه كارثة من كوارث الحوثي التي حل بها على بلادنا. نعم. إذن أبقى معي أستاذ محمد، أرجو أن تبقى معي. أعود لك يا أستاذ عبد الرحيم، أمام بعد 4 سنوات من الخراب والدمار والحرب وآلاف الشهداء والأطفال، سواء من مختلف المكونات السياسية أو الشعبية أو الجيش الوطني اليمني بمختلف انتماءاته، هل نجحت إيران في فكرها الدخيل على البلد أم أن هذا الفكر اندحر وسيولي وإلى الأبد؟ أخي الكريم، إيران سقطت وسقط هذا الفكر، ولن تنجح إيران ولن تنجح في المنطقة، كانت في اليمن أو في غير اليمن. نعم. اليوم انكشف القناع عن هذه الميليشيات الكهنوتية التي تتبع إيران بالشعارات الزائفة بالموت لأمريكا الموت لإسرائيل. اليوم ها هم يوالون أمريكا ويستدعون ويستنجدون أمريكا وإسرائيل لكي تنقذهم، ويستنجدون بالأمم المتحدة لكي تكون حاضرة في ميناء الحديدة في هذه المدينة الجميلة. الحوثيون هم أدوات من أدوات إيران، والحوثيون أدوات من أدوات أمريكا، هم يعبثون في القسم العربي، هم يشكلون خطر ليس على الشعب اليمني وإنما على المنطقة. نعم. الشيعة، دعني أن أتطرق إلى شيء بسيط. إيران تريد السيطرة وأن تكون حاضرة في خاصرة المملكة العربية السعودية بدعم أمريكي، حيث هناك ابتزاز كبير لدول الخليج. مثلا
تقع في العراق في المنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية ومن الجنوب الحوثيون، وفي المنطقة الشرقية أدواتها الشيعة. فهناك خطر مثلث شيعي يمثل على خاصرة المملكة العربية السعودية وعلى القسم العربي. أيضا في البحرين هناك دعم لأدوات إيران، وهذا ما يسبب خطرا ليس على الشعب اليمني وإنما على المنطقة. لابد أن يتحمل التحالف العربي المسؤولية الكاملة للقضاء على هذا السرطان الخبيث، وليس في السلام وإنما في حسم الأمور. فما دار في السويد من استسلام من قبل وفد الشرعية، أنا أسميه استسلام نكاية بالتحالف العربي ونكاية بالقوات المشتركة المتواجدة في وسط مدينة الحديدة. ولكن الشعب اليمني قرر واتخذ مصيره للقضاء على هذه الميليشيات سواء في الحديدة أو غير الحديدة. مشاورة السويد اختزلت الانقلاب الحوثي إلى فقط مشكلة بسيطة، وهي مثلا تسليم ميناء الحديدة فقط أو خروج الميليشيات من ميناء الحديدة. ولكن الميليشيات لا تريد الخروج وإنما تريد العودة إلى ميناء الحديدة في طرق أخرى أو بما يسمى الأمن الداخلي لسلطة الحديدة. فالميليشيات الحوثية إلى زوال، ومخطط الإيراني إلى زوال إن كان هناك جاد في التحالف العربي أو في دول المنطقة حسم الأمور عسكريا. لا يمكن التخلص من هذه الميليشيات باتفاقات. فالميليشيات الحوثية مكثت بجميع العهود والاتفاقات. الميليشيات الحوثية ليس لها عهد ولا ميثاق، هم يكذبون كما يتنفسون، وإنما يستغلون مشاورات السلام أو ما يسمى مشاورات السلام لكي يتم ترتيب صفوفهم بعد أن تهاووا في جميع الجبهات. أستاذ عبد الرحيم، أمام التسويف القائم والتلاعب بالملف اليمني، برأيك استمرار الصراع القائم وعدم الحسم كما ذكرت إما عسكريا أو سياسيا في وقت مزمن إن صح التعبير، يعني من تخدم إذن؟ يعني استمرار الحرب في اليمن، يعني كما يرى مراقبون استمرار للنفوذ الإيراني في المنطقة، وبالتالي ليس الهدف ما هو إلا سلم ربما اليمن. هل أصبحت الدول التحالف حتى يعني على مرأة ومسمع يتكشف لها الخطر المحدق بها من قبل إيران وأيضا أمريكا التي تتلاعب بالملف اليمني والأمم المتحدة، وبالتالي يعني ربما سيكون هذا المخض صعب جدا لحسمه، أم سنشهد خلال الأيام القادمة حسما مزمنا وإغلاق هذا الملف نهائيا؟ الحسم المزمن أو المشاورات السلام الهشة هي تكون كارثية للمستقبل. هذه قنابل موقوتة. الخطر يحدق بالمنطقة وليس في اليمن فقط إن لم يتم الحسم عسكريا. فالميليشيات الحوثية اليوم تسعى للتخندق وتسعى لضرب المنطقة وليس الشعب اليمني. على دول التحالف أو دول المنطقة أن يكونوا قادين في الحسم والعزم، وأيضا الفرقاء السياسيين هناك خطوات جادة لابد أن يجلسوا على طاولة واحدة وأن يتركوا المماحكات وأن يتركوا الأحقاد خلف ظهورهم. اليوم الهدف مشترك للجميع وهو القضاء على هذه الميليشيات الحوثية التي عبثت في البلاد وسيطرت على مؤسسات الدولة التي تحاصر اليوم 27 مليون. عما يتشاور اليوم في السويد عن أسرى لبعض الآلاف أو بعض المدنيين يتقاضون لكي إخراج 8000 أو ما يسمى القناديل الأسرى لدى الحكومة اليمنية، فهذا ليس صحيح. لابد من تحمل المسؤولية في المنطقة وليس للشعب اليمني فقط. المنطقة هي معنية بذلك في القضاء على هذه الميليشيات. دول التحالف وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية لابد أن تضغط على الفرقاء السياسيين أو على الأحزاب السياسية الموجودة في اليمن للجلوس على طاولة واحدة وأن يتحدوا للقضاء على هذه الميليشيات. لابد أن نترك الأحقاد. لابد اليوم صح الحق، اليوم لابد أن نكون عونا للقوات المشتركة ولكل القوات المتواجدة في السهول والجبال. أعود لك أستاذ محمد، مسألة من يرى أن الملف اليمني ربما حتى انتزع من التحالف ولم يعد بيدها، وأن استطاع نجحت بريطانيا والأمم المتحدة في سحب الملف اليمني وتدويله دوليا، برأيك هل هذا فعلا هو الحاصل حقيقة وبالتالي لم تحسم المعركة عسكريا في الحديدة وخضعت للضغوطات الدولية، أم أن يعني أعطيت فرصة، التحالف أعطى فرصة أيضا للمجتمع الدولي؟ لا ندري إلى متى ستستمر هذه المهزلة كما يرى مراقبون. شوف، اليمن ما يحدث في اليمن هو صراع يندرج ضمن
الصراعات الإقليمية والدولية. لا يستطيع واحد أن يفصل ما يحدث في اليمن عما يعتمد في المنطقة وفي العالم. بالتأكيد هناك مصالح أمريكية، هناك مصالح بريطانية بالذات ترتبط بالمنطقة مباشرة يعني، وهي مصالح كبيرة وحيوية يعني، أكثر تعقيدا مع التداعيات الصراع أو الأزمة الأمريكية الإيرانية وتهديد باب المندب وتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. هذه الأوضاع أدت إلى تدخل أطراف إقليمية بالضبط على هذه الورقة على المشكلة والأزمة اليمنية والتي طالت بالتأكيد 4 سنوات يعني. لكن هذا لا يعني إن اللاعبين الخارجين ممكن يفرضوا إرادتهم على الشعب اليمني، لا. نعم. الشعب اليمني هو الذي سيقرر مصيره، وليعلم هذا من يستعين بالخارج إنه لن يستطيع أن يقتل. جاءت بريطانيا وكانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وسقطت في اليمن. أنا أقول عندما تقرأ في اتفاق الحديدة تجد أن كل الصلاحيات هي مخولة للأمم المتحدة أكثر من السلطات المحلية خلافا للقانون. نعم. عندما تقرأ ما هي صلاحيات الأمم المتحدة في مدينة الحديد في محافظة الحديد تجد أنها أكثر من سلبة القانون اليمني حتى حقوقا. نعم. الإشراف على الأمن، الإشراف على السلطات المحلية، الإشراف على الموانئ، التفتيش. يعني احتلال بصورة مهذبة. أنا أقول يعني وأضبط حتى القوات حتى مثلا رئاسة اللجنة المشتركة لإعادة انتشار القوات، يعني هي التي تقرر إلى أين ومتى وكيف وتحدد البرنامج الزمني، وهي التي ترفع الأمم المتحدة رئيس هو الذي يرفع التقارير. يعني في حاجة تفاصيل كثيرة، لكن عندما ترى أي الأطراف هي الأفضل في الأولوية، هل بقاء الوضع في هذه المرحلة للاقتتال وبقاء الحوثي؟ الحوثي دمر كل شيء. عندما تشاهد ما عملها الحوثي على امتداد الساحل الغربي 200 كيلو، حول المنطقة إلى دمار، حول الأطفال إلى نصفهم معاقين. نعم. الناس بدون مساكن، تقول فليأتي حتى الشيطان ولا يبقى الحوثي في بلادها. نعم. أستاذ محمد، أمام الخطة المزمنة ربما حسب علمي تبدأ من غدا، هل لديكم قناعة أن الحوثي سيمتثل لها وسينسحب غدا؟ وماذا لم يفعل ذلك؟ شوف، الحوثي هو يعرف جيدا انه اذا لم يلتزم فامام القصور ستبطش به، اذا لم يلتزم بالهدنه، واذا لم يرفع سلاحه ويرفع ميليشياته ويغادر ميناء الحديده والصليب وراس عيسى والمدينه، سيواجهون يوم ايام ليالي سوداء وايام سوداء لن نقف مكتوف الايدي. طفح الكيل، وليعرف هذا الجميع. نعم. أعود إليك أستاذ عبد الرحيم، إذا أنا أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد. نفس السؤال أطرحه عليكم، ربما تبدأ الفترة المزمنة التي أصاغتها الأمم المتحدة ومن ورائها بريطانيا وأمريكا تتحدث عن تبدأ من غدا، هل سينسحب الحوثي بميليشياته من الحديدة وسيخرج بسلام وسيترك مصيرها لأبنائها؟ وماذا لم يفعل ذلك؟ ما الذي ممكن أن يترتب عليه؟ أخي الكريم، الحوثيون عقيدتهم الحرب وليس السلام. الحوثيون لن ينسحبوا من الحديدة، الحوثيون سيستبدلون القميص أو الثوب الذي يرتدونه إلى زي عسكري. الحوثيون يحاولون الالتفاف على مشاورات السويد بطرق أخرى وبطرق عديدة. الحوثيون يريدون فقط الوقت لكي يتم ترتيب صفوفهم. الحوثيون يكذبون كما يتنفسون، فالحوثي ليس له عهد ولا ميثاق. الحوثيون يريدون العبث في مدينة الحديدة ويحتمون بالمدنيين. الحوثيون صادروا كل شيء جميل في الوطن، صادروا الحرية، صادروا الديمقراطية، صادروا حقوق الإنسان، صادروا مؤسسات الدولة، صادروا رواتب الموظفين. اليوم الحديدة تعيش في أزمة إنسانية صحيحة من جراء الانقلاب الحوثي وجراء ما تقوم به هذه الميليشيات من اقتحامات للمنازل. هناك اقتحامات لعدة منازل تقوم بها هذه الميليشيات وتقوم بالنهب والسلب والاعتقال. الآن اختصر هذه، لماذا المجتمع الدولي اختصر الانقلاب على مدينة الحديدة فقط؟ نعم. هذا السؤال نبحث عنه فقط لإنقاذ هذه الميليشيات فقط. ولكن نعم. دعني أقول
لماذا لم يتم رفع الحصار عن محافظة تعز؟ لماذا لم تكن محافظة تعز من أولى اهتماماتها مشاورة السويد؟ فالحوثيون يحاصرون تعز منذ 4 سنوات، فالمجتمع الدولي فقط يريد إنقاذ ميليشيات الحوثي ويريد إخراجهم من هذه المأزقة الكبيرة التي في محافظة الحديدة، نعم، ومن انهيارات المتسارعة. نعم، أعود إليك أستاذ محمد. كما ذكر الأخ عبد الرحيم، هل فعلا لو فرضنا أن الحوثي استطاع هذه المرة أن ينقذ نفسه من حبل المشنقة تحت مظلة الأمم المتحدة وعمتهم بريطانيا وخالتهم أمريكا إن صح التعبير، هل ستتوقف المعارك عند الحديدة أم سيتوجه المقاومة الوطنية؟ كل منطقة باليمن. نعم، المقاومة الوطنية ربما أخذت بعد عسكري في الساحل الغربي، لكن المقاومة الوطنية الراقبة لعصابة الحوثي موجودة في كل منطقة في كل حارة في اليمن، يعني وقرية ومدينة. ومعركتنا ضد عصابة الحوثي لن تتوقف عندما تتوقف الحديدة، معركتنا ستتواصل، وربما مع إذا توقفت معركة الحديدة والتزم الحوثي بهذه بالهدنة والانسحاب، ربما سيتيح لنا هذا فرصة لنعزز مواقعنا في مناطق أخرى، وربما ستكون عوامل ضغط على عصابة الحوثي أكثر من أي وقت مضى. نعم، أقول الحوثي خروج من الحديدة، انسحابه، هروبه، كيفما كان انتصار لشعبنا اليمني العظيم، انتصار لانتفاضة ديسمبر، يخرج من المدينة، يخرج من مدننا، يخرج من قرابنا، من قرانا، يخرج من بيوتنا، هذا انتصار عظيم. يجب أن نعظم ونمجد أبطال المقاومة اليمنية في الساحل الغربي والجيش الوطني الذين يعود لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الانتصار العظيم. نعم، وأنا أقول يعني لو كان الحوثي يريد أن يحل مشاكل اليمن بشكل عام، أو كان لديه رغبة وحرص وطني على حل بعض المشاكل، لكانت أخذت تعز محور أساسي في اهتمامه في مشاورات السويد، لكن يبدو أنه يريد أيضا أن تدخل دولة أجنبية في قضية تعز ويجعل تعز تشرف عليها دولة استعمارية جديدة. نعم، إذا أعود إليك أستاذ عبد الرحيم وأطرح نفس السؤال، يعني ماذا لو على فرضية أن الحوثي استطاع أن ينقذ نفسه من حبل المشنقة في الحديدة ومن الحسم العسكري الذي كان قاب قوسين أو أدنى، ماذا يعني؟ هل ستستمر المعارك في مختلف المحافظات؟ ما الذي يمنع من تحرير تعز، إب، دمار، يعني استمر صعدة بسرعة، يعني أيضا تحريك الجبهات عبر النهم وخولان إن صح التعبير في صنعاء، تحرير صنعاء؟ أخي الكريم، إن كان هناك نية للقضاء على هذه الميليشيات لابد من تحريكهم على الجبهات، سواء في نهم سواء في الجوف، في جميع المحافظات اليمنية أو التي تحت سيطرة هذه الميليشيات. أما بالنسبة للحوثي لإنقاذ نفسه، فاليوم لا يستطيع إنقاذ نفسه، وإنما عن طريق الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، عن طريق أمريكا، عن طريق إسرائيل، عن طريق بريطانيا وعن طريق مبعوثها. فالحوثيون اليوم في مأزق كبير، الحوثيون يجعلون من الحديدة للتفاوض لأنها تعتبر الرئة التي يتنفس فيها الحوثيون. نعم، الحديدة هي الميناء الوحيد التي يتم تهريب الأسلحة لهذه الميليشيات عبر المنظمات الدولية. نعم، الحوثيون يقومون بالجباية من ميناء الحديدة ومن محافظة الحديدة بالمليارات، بينما هذه المليارات هي رواتب للموظفين ويتم مصادرتها بما يسمى المجهود الحربي وللمشرفين. الحوثيون اليوم في مأزق كبير، يريدون إنقاذ أنفسهم في مدينة الحديدة، لأن مدينة الحديدة تعتبر هي الشريان الرئيسي لهم. فمدينة الحديدة، إذا سقطت مدينة الحديدة تم تحرير ميناء الحديدة أو تسليم ميناء الحديدة، فالحوثيون سيتلاشون وسيتم القضاء عليهم بسهولة في جميع المحافظات. نعم، اليوم كما ذكر الأستاذ محمد، نعم، المقاومة المشتركة وحراس الجمهورية والأبطال في جميع المحافظات، في جميع الثغور، في جميع الحارات متواجدون. الشعب اليمني يريد اليوم أن تنطلق ساعة الصف في صنعاء للانقضاض على هذه الميليشيات. الحوثيون اليوم في انهيار، الحوثيون أضعف من خيط العنكبوت. نعم، ماذا أعود وأطرح عليك نفس السؤال السابق ربما للمشاهد الكريم، ما الذي يمكن فعله إذا لم تنسحب غدا الثلاثاء في الوقت المزمن هذه الميليشيا؟ أخي الكريم، الحوثيون يخرقون الهدنة منذ الساعات الأولى، بعد لن يجف الحبر من مشاورة السويد، من اتفاق مشاورة السويد،
فالحوثيون يواصلون قذف إطلاق القذائف وإطلاق المدافع على المدنيين. الحوثيون دمروا منازل المواطنين، الحوثيون يريدون أن ينقضوا هذه الهدنة ويريدون أن ينسفوا مشاورة السويد. الحوثيون اليوم وكل يوم يقومون بالهجوم على القوات المشتركة، ولكن هناك تصدي من قبل الأبطال لهذه الميليشيات. نعم. وتم القضاء على عدد كبير من هذه الميليشيات. نعم. الحوثيون يدركون بأنهم سيواجهون الجحيم في الأيام القادمة إن لم يتم انسحابهم من مدينة الحديدة، فهم يريدون أن يحفظوا ماء الوجه ويريدون أن يخرجوا باسم تحت مسمى الأمم المتحدة أو حتى شارون. نعم. فالحوثيون اليوم انكشف القناع عنهم واتضح للشعب اليمني بأنهم أدوات لأمريكا والإسرائيل. نعم. أستاذ محمد أعود إليك على عجالة، مسألة إذا لم يتم انسحابهم غدا في الوقت المزمن، هل ستعطي المقاومة اليمنية الفرصة لهذه الميليشيا أيضا للفترة المزمنة 14 يوما، أم ستبدأ بالتحرك للحسم عسكريا؟ وثلما ذكرت أنه طافح الكيل ولا يمكن التسويف أكثر من اللازم. أحب أن أوضح هنا أنه مسألة الانسحاب هي مزمنة في فترتين، فترة خلال 14 يوم والفترة الثانية خلال 21 يوم. نعم. انسحابهم الأول سيكون من ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، والانسحاب الثاني سيكون بشكل كامل من داخل مدينة الحديدة خلال 21 يوم. ليس أمامهم خيار، ليس أمامهم خيار إلا أن ينسحبوا وإلا سيواجهون الموت بكل تأكيد. نعم. وهذا الخيار يشعرون حقيقة الوضع الذي هم واقفين أمامه، يعني أنهم واقفين أمام وضع صعب بالنسبة لهم، وليس أمامهم إلا أن يمتثلوا ويخرجوا صاغرين إذا أرادوا أن يعيشوا وإلا سيواجهون الموت لا محالة. نعم. رسالة أخيرة سعد الرحيم في ختام هذا اللقاء توجهها لأبناء الشعب اليمني، للقوى السياسية التي لا تزال مع الأسف مغيبة عن المشهد على الواقع اليمني. الرسالة الأولى أوجهها للأبطال القوات المشتركة ولجميع الأبطال في كل الميادين، تحية من 30 مليون يمني نبعثها إلى من خلالكم إلى هؤلاء الأبطال. الرسالة الثانية نبعثها إلى الفرقاء والأحزاب السياسية بأن يتفقوا أن يجلسوا على طاولة واحدة لينقذوا اليمن من هذه الميليشيات ومن صلف إيران ومن مثلث الشر قطر وتركيا وإيران. رسالتنا إلى الحكومة الشرعية بأن تتحمل المسؤولية في كل اتفاقات وأن تكون بالتشاور مع جميع الأطراف السياسية وأيضا مع القوات العسكرية المتواجدة في جميع الجبهات. نعم. رسالة أخيرة أستاذ محمد أنعم توجه أنت. التحية لكل أبطال المقاومة والجيش الوطني الذين يصنعون انتصار اليوم في الساحل الغربي ويجبرون الحوثيين على الانسحاب من هذه المدينة تحت القوة. نعم. أشكرك الأستاذ محمد نعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية وكنت معي عبر الهاتف، والشكر موصول أيضا للقيادي في المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة الدائمة الرئيسي عبد الرحيم الفتيح كنت معي عبر الأقمار الصناعية، والشكر موصول لكم إنما كنتم داخل وخارج الوطن. إلى اللقاء.